صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا نشوف التحديات اليومية. طبعا اول شي بالنسبة لموقع مدام نزار لهذا اليوم، فتحصلوا بهذا المكان بالضبط. نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم، اللي هو تقتلون وتسلخون جلد 4 من القيود، وأحط لكم أماكن اللي تواجد فيها. التحدي الثاني مطلوب عندكم تقتلون 5 من الأعداء هيف فاير بدون ما تسوون سكوب ان، مجرد ما تضغطون R2. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تدعسون على 5 من الأعداء بالخيل مالتكم. طبعا هذول التحديين يقدرون تسووها بكل سهولة، تروحون على الثيفس لاندينج اللي هي بهذا المكان بالضبط. التحدي الرابع مطلوب عندكم تصورون الخيل مالتكم او الحصان. التحدي الخامس مطلوب عندكم اللي هو تنجحون بصد فخ الاعداء. راح اعطيكم اماكن اللي تواجد فيها، كل عليكم تسووا انه تنجحون بصد فخ الاعداء. اللي راح يصير، راح يهجمون عليكم اعداء وانتم ماشيين بالمكان اللي راح احدد لكم او الاماكن راح احددها لكم، وانتم لازم تنجون بحياتكم تقتلون كل الاعداء. طبعا اذا ما لقيتهم هذول الاماكن اللي راح ابينها لكم، تغيرون السيرفر وترجعون تدورون بنفس الاماكن. التحدي الثالث مطلوب عندكم تجمعون فولتاي سنو دروب. التحدي الأخير مطلوب عندكم تزورون كولتر. كولتر طبعا موجودة بالمنطقة الشمالية، تقدرون تسوون فاست ترافل عليها اللي هو تنقل سريع. طبعا راح تكون تقريبا بهذا المكان بالضبط، تروحون على أقرب تنقل سريع وتروحون على كولتر. اما تحديات الباونتي هانتر، فالتحدي الاول مطلوب عندكم اللي هو تسلمون 2 باونتي هانتر. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو كل ما تمسكون الباونتي هانتر تاخذون اغراضه. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون ميديوم باونتي هانتر اللي يكون عليه علامتين الدولار.
بالنسبة للاعبين اللي عندهم الباونتي هنتر ليفل ماكس، فالتحدي الاول مطلوب منكم تلعبون واحد باونتي هنتر وتخلصوه بوقت 5 دقائق او اكثر. التحدي الثاني مطلوب منكم تلعبون واحد باونتي هنتر يكون هارد او ليجندري. التحدي الثالث مطلوب منكم تلعبون 3 باونتي هنتر من مكان واحد. اما تحديات التاجر، فالتحدي الاول مطلوب منكم تتبرعون 20 شيء للتاجر اي شيء كان. التحدي الثاني مطلوب منكم تبيعون بضاعة تكون مسافة بعيدة. التحدي الثالث مطلوب منكم اللي هو تجمعون $200 من تجارة بضاعة التاجر. أما تحديات الكولكتر، فالتحدي الأول مطلوب منكم تبيعون 3 شغلات للمدام نزار. التحدي الثاني مطلوب منكم تجمعون 3 من الجواهر المفقودة. التحدي الثالث مطلوب منكم تجمعون 3 من الكروت. طبعا أي شيء تحتاجوه أردد مواقع الكولكتر وأوقات الإيفنتات راح تحصلوها بصندوق الوصف. أما تحديات المونشاين، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو ترقصون بيع المونشاين لمدة 2 دقائق. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تتفاعلون مع 2 من اللاعبين أونلاين بالمونشاين مالتكم وقت ما توصلون درجة اللاوعي. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تعزفون مع الفرقة لمدة 2 دقائق. أما تحديات الطبيعة، فالتحدي الأول مطلوب منكم تأخذون 3 عينات من حيوانات الصحراء، تروحون تحت تمبل ويد اللي هو بالصحراء، هذا المكان بالضبط المنطقة الصحراوية، وتأخذون 3 عينات من أي حيوانات موجودة بهذا المكان راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب منكم تأخذون 3 عينات من حيوانات الفارم لاند. بالنسبة لحيوانات الفارملاند ومثال عليها عندكم الخرفان والخنازير، طبعا الخرفان تحصلوها بهذا المكان بالضبط في فالنتاين، بالنسبة للخنازير فتحصلوها بهذا المكان بالضبط. تأخذون 3 عينات من أي حيوانات راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثالث والأخير مطلوب عندكم تسوون ريفايف أو تعيشون 2 من الحيوانات بعد ما تخدروها. إن شاء الله يكون فدتكم هذا الفيديو، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة إذا مو مشترك، وفعل الجرس وشارك الفيديو لكل أصدقائكم من عبر ردت. أشوفكم فيديو ثاني، سلام.